معنا من كييف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية السيد بيتر زلمايف. أهلا بك سيد زلمايف معنا على سكاي نيوز عربية. إذن سيد زلمايف، الولايات المتحدة الأمريكية بعض الصحف مثل وول ستريت جورنال تحدثت أن الشتاء القادم سيكون قاتلا للهجوم المضاد، أنه سيربكه وربما يؤدي إلى فشله بالنسبة لهذه الصحف الأمريكية. إلى أي مدى هذا صحيح في السيناريوهات الموضوعة للشتاء القادم؟ حسنا، نحن سمعنا لوقت طويل أن أوكرانيا ستضطر إلى وقف أو تعليق هجومها المضاد، ليس فقط في الشتاء وإنما كذلك في تساقطات الخريف. وهذه الأحاديث مشكوك فيها وقد سمعناها تكرارا. الحرب تستمر بهجوم المضاد وكذلك بهجمات أخرى، و هي توصلت طوال الفصول. لا ننسى أن روسيا هاجمت وغزت أوكرانيا خلال الشتاء في فبراير، ولذلك أعتقد أن الطقس مختلف ما بين المناطق الأوكرانية. وعندما نتحدث إلى جنرالات أمريكيين وأوكرانيين يقولون إنه لا مشكلة في مواصلة الهجوم المضاد خلال الخريف وكذلك الشتاء، لكن هذا لا يعني أن الحكومة الروسية قد تهاجم قواتنا في الأشهر القليلة المقبلة، لأن بوتين يعبئ عددا من القوات الإضافية. وكما قلت سابقا، هذه الحرب أظهرت أنه ليس هناك أي مؤشرات لتتوقف. سيد زلمايف، في التحليل العسكري الهجوم المضاد الآن يبدو ضعيفا جدا، لم يستطع اختراق الدفاعات الروسية، الشتاء سيكون كثيف يعني الثلوج، إلى أي مدى هناك صعوبات عسكرية حقيقية؟ وهذا تحليل عسكري يعني من كثير من المراقبين. حسنا، عندما تقول إن الهجوم المضاد ضعيف، هذه رواية روسيا. وعندما يتحدث فلاديمير بوتين، هذه رواية الخبراء سيد زلمايف، هي ليس رواية روسية، حتى الخبراء الأمريكيين والأوروبيين يتحدثون حول هذا. حسنا، إذا قلت إن استهداف نظامين للدفاع الروسي في شبه جزيرة القرم وتكلفتهما ملايين الدولارات وهذا ضمن الهجوم المضاد، وإذا استحضرنا استهداف غواصة من المسيرات الأوكرانية، إذا كان هذا يوصف بهجوم فاشل، لا يمكنني أن أقنعك بعكس هذا. أوكرانيا لا يمكن أن تواجه الأمر بشكل مختلف، لأنه لدينا عدد أقل من القوات وليس لدينا نفس التعبئة العسكرية. لذلك علينا أن نتحرك بتكتيكات مدروسة. نعرف أن تلك الهجمات على القوات الروسية هذا يقوض الهجمات والدفاعات الروسية، لذلك الهجوم المضاد يمضي ببطء، لكن هذا لا يعني أنه لا يحقق نجاح، لا يعني أن مبادرة أوكرانيا ما تزال قائمة. لكن سيد زلمايف، الهدف الموضوع هنا هو استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا. هذا الهدف مع وجود الدفاعات الروسية يبدو ضعيفا وقد يضعف أكثر في الشتاء القادم. هل هناك تحليل بالنسبة لهذه المسألة بالذات في الشتاء القادم؟ أتوقع أنه إذا واصل الغرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تطلبها، وإذا أعلن بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة عندما يلتقي زيلينسكي بمنحها صواريخ أتاكومز، وكذلك عندما تصل مقاتلات F-16، عندما يكون الربابنة والطيارون قادرين على استخدامها، حينها سيكون لأوكرانيا القدرة على تحرير عدد كبير من الأراضي. حاليا دون وجود هذه الأسلحة فإن الوتيرة ستستمر بطيئة.
سيد زلمايف، أيضا الجانب الأوروبي والأمريكي تحدث عن سوء استخدام القوات الأوكرانية لذخائر المدفعية. هم قالوا أن الاستخدام يربو على 10,000 قذيفة يوميا وأنها لا تحقق شيئا. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح من ناحية العسكرية التحليلية؟ حسنا، في هذا النوع من الحروب وخصوصا عندما نتحدث على قذائف المدفعية، هذا لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. الطرفان كلاهما يستخدمان قذائف المدفعية. إذا قلت إن أوكرانيا تسيء استخدام قذائف المدفعية، فيمكن أن نقول بالمقابل إن روسيا تسيء استخدام هذه القذائف بشكل أكبر. أوكرانيا استخدمت كل الأسلحة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والآن هي تستخدم الأسلحة الغربية، وهي بالمناسبة أكثر دقة. والآن الأمر منوط بالغرب ليضاعف الإنتاج العسكري حتى يواكب ويجاري الإنتاج العسكري الروسي. لا ننسى أن روسيا لجأت إلى كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية لها أسلحة على الرغم من عدم دقتها الكبيرة بالمقارنة مع الغرب. الذي سيحسم من لديه اليد العليا في النهاية ليس الجودة، ليس الكمية، وإنما الجودة، وهذه الجودة تزيد في الجانب الأوكراني. لكن سيد زلمايف، بالنسبة للجانب الروسي هو يصنع أسلحته، بالنسبة لأوكرانيا هي تستجلبها وتقدم من الولايات المتحدة والجانب الأوروبي. الانتقاد هنا من هذه الأطراف. هل سوء الاستخدام ممكن أن يرتبط بتقليل هذه الكميات مستقبلا من الأطراف الغربية؟ نعم، روسيا ضخت كل شيء في هذه الحرب. بوتين جعل الاقتصاد الروسي برمته يسخر لخدمة هذه الحرب، وروسيا تنتج 7 مرات ما ينتجه الغرب من الأسلحة. ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن ترفع الإنتاج العسكري. سنرى كيف ستتطور الأمور، لكن لا يمكن القول إن أوكرانيا لا تنتج أسلحة، وإنما هي تنتج صواريخ نيبتون، وهذه الصواريخ هي التي أسقطت عددا من الأهداف الروسية سواء في شبه جزيرة القرم أو في بعض القوات الروسية في شبه جزيرة القرم، بما في ذلك منظومة S-400 الروسية. ولذلك أوكرانيا تظهر بعض النجاحات المهمة عبر استخدام أسلحتها الذاتية، لكن كما قلت لا يمكن لأوكرانيا أن تجاري الإنتاج العسكري الروسي، وإلا سيكون عليها أن تعتمد على الغرب لتتزود بمعظم ما تحتاجه. من كييف الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية بيتر زلمايف، شكرا جزيلا لك.